البحرين تبع العدد الثاني في اخر 8 دقائق على عمر اللقاء. عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، الابعاد، المتابعة، سيد ضياء والتسديدة والابعاد والبعث عن ركلة الجزاء، راح يروح للفار، راح يروح للفار، راح يروح للفار. اوه الاوزبكي تتشيف، سيذهب الى الفار، مطالبة من البحرين بركلة جزاء. كميلي الأسود يتكلم، سيذهب إلى الفار. جاسم الشيخ قريب عليه، ينتظر قرار حكام الفار. ممكن بلنتي، عملية التشيك، الفار، حكام الفار طبعا الفرنسي جيرمي بينارد والصيني فو مينغ. ينتظر القرار الاوزبكي تتشيف، العودة و الى الفار، العودة الى الفار. ممكن ركلة جزاء، ممكن بنالتي. اي نعم، البحرين والعودة إلى الفار. تطبيق تقنية الفار طبعا لأول مرة في العراق. هذه اللقطة و فيها وما فيها لقطة. ننتظر الأوزبكي تتشاف، الأوزبكي ينظر، يتأنى بالقرار، يركز. هل هناك ركلة جزاء للبحرين أو عادية؟ خلينا نشوف. حكم الأوزبكي تتشف، وأيضا مع محمد وعد ليتسبب بهدف الأول. تتشف القرار، ركلة جزاء، بلنتي وبطاقة، بلنتي وبطاقة. يا محمد وعد، يا محمد وعد سجل في مرمى بكرة كميلي الأسود، يسبب بركلة جزاء وبطاقة صفراء. البحرين تتنفس الصعداء. اوه ركلة جزاء، من راح يكون؟ عبد الله، ربما عبد الله يوسف لاعب نادي جاكرتا في اندونيسيا، ربما ثاني، او هناك كلمة لبرشم، مشعل برشم. البحرين، عبد الله، وهذا برشا، وهذا برشا. شوف يعني حاول كثير طبعا، لكن هنا اي نعم، اي نعم، ركلة جزاء، ركلة جزاء. تسبب بعد الإعادة الى الفار، والبحرين قد تسجل الثاني، الا اذا كان هناك كلمة للحارس القطري برشم، مشعل برشم. كان عندهم محمد وفا، وكان عندهم يونس احمد، وكان عندهم ايضا من الحراس قاسم برهان، وصولا لسعد الشيب وبرشا. جماهير عراقيه، بعض الجماهير القطريه والبحرينيه في ملعب البصره، لكن الجميل بالموضوع ملعب فل على الاخر، ومنتخبنا ليس طرف بالمباراة، من أجل إنجاح البطولة، من أجل ترك انطباع جيد عن الحضور الجماهيري وعن التنظيم الرائع للعراق في هذه البطولة. حلوة لجماهير البصرة ولجماهيرنا من كل محافظاتنا العزيزة. في طريقهم إلى الثاني،
عبد الله، يوسف، مشعل، برشم، عبد الله للبحرين بطل النسخة الأخيرة في خليجي 24 في قطر. البحرين، عبد الله، عبد الله، يوسف، عبد الله، عبد الله، عبد الله مع مشعل، عبد الله مع مشعل، عبد الله مع مشعل مع برشم. البحرين، البحرين، عبد الله، عبد الله، عبد الله، عبد الله، عبد الله، حطها، حطها، عبد الله، عبد الله، عبد الله، ثاني، ثاني، ثاني للبحرين، ثاني لصيادو اللؤلؤ في مرمى العنابي، ثاني للبحرين، عبد الله يوسف، عبد الله يوسف، الله، ثاني، 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 ثاني على طريقة كبار البحرين، على طريقة زويد، على طريقة شويعر، على طريقة آل حبيل، على طريقة طلال يوسف، على طريقة حسين علي بليه، ثاني، 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 ثاني للبحرين. برشم في جهة والكرة في جهة أخرى، البحرين تتقدم وتصل إلى النصف النهائي.